منذ وقت طويل كان هناك ملك ثري جدا، وكان له 4 زوجات. ولكن في أحد الأيام مرض الملك، وبزغت الحقيقة أن حياته ستنتهي قريبا. ففكر في الحياة الجميلة، وكان يخشى أن يبقى وحيدا. وكان الملك يحب زوجته الرابعة أكثر من غيرها، وزينها بالخواتم الذهبية والمجوهرات. فذهب إليها وسألها: لقد أحببتك ووهبت لك خيرا كثيرا واهتممت بك، والآن أنا أموت، هل ستتبعيني وتحتفظي بي؟ بأي حال من الأحوال؟ ردت وابتعدت دون كلمة أخرى. الملك كان يحب أيضا زوجته الثالثة، وكان يتباهى بها دائما للممالك المجاورة، لكنه كان دائما يخشى أن تفعل ذلك وتتركه. فجاء الملك إلى زوجته الثالثة وسألها: لقد أحببتك طوال حياتي، والآن أنا أموت، هل تتبعيني وترافقيني؟ أجابت: لا، الحياة جيدة جدا، عندما تموت سأتزوج مرة أخرى. كانت زوجته الثانية لطيفة ومراعية لظروفه، ودائما صديقته الموثوقة ومستشارته في الأوقات الصعبة. فسار الملك إلى زوجته الثانية وسألها: لقد كنت ألجأ إليك دائما لطلب المساعدة، وكنت دائما بجانبي، عندما أموت هل ستتبعيني وتحتفظي بي؟ فأجابت: أنا آسفة، لأنني لا أستطيع مساعدتك هذه المرة، لكنني سأساعدك في جنازتك وفي جميع الترتيبات. فجأة صوت ينادي الملك: أنا لن أتركك وأتبعك بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه. نظر الملك للأعلى، وهناك رأى زوجته الأولى التي كان يعتبرها دائما أمرا مفروغا منه ولم يهتم بها أبدا. والآن بعد أن نظر إليها كانت نحيفة للغاية وتعاني من سوء التغذية، فشعر بالخجل وقال: إنني أعرف ذلك دائما، كان يجب أن أعتني بك بشكل أفضل عندما أتيحت لي الفرصة. الحقيقة هي أن القصة ليست عن ملك لديه 4 زوجات، بل عني وعنك وعن الجميع، لأننا جميعا لدينا 4 زوجات. لدينا الزوجة الرابعة، وهي جسدنا، مهما بذلنا من وقت وجهد في جعله يبدو جميلا فإنه سيتركنا عندما نموت. الزوجة الثالثة هي مناصبنا وثرواتنا والأشياء التي نملكها والأشياء المادية، عندما نموت ستذهب إلى الآخرين وسيتم تقسيمها. ولهذا كان الملك يخشى دائما أن تتركه أو يمكن أن تؤخذ منه. ولهذا السبب تقول في القصة إنها ستتزوج مرة أخرى بمجرد رحيله. أما زوجتنا الثانية هي عائلتنا وأصدقاؤنا والأشخاص الذين يحبوننا، بغض النظر عن مدى دعمهم وحبهم لنا طوال حياتنا، فإن أقصى ما يمكنهم البقاء بجانبنا يصل إلى القبر، فلن يتمكنوا من القدوم حتى لو أرادوا ذلك، فهذا غير ممكن. ولهذا تقول الزوجة الثانية في القصة إنها سوف تعتني بالجنازة وجميع الترتيبات، ولكنها لا تستطيع مساعدته هذه المرة. زوجتنا الأولى هذه هي روحنا، إنها زوجتنا الأولى التي كنا نمتلكها دائما منذ البداية، ولهذا السبب غالبا ما نهملها، لأنها أعطيت لنا مجانا
والأشياء التي تأتي مجانا أنت تهملها ولا تهتم بها. ستظل أرواحنا معنا دائما، حتى عندما نموت ستتبعنا وستظل معنا إلى الأبد. ولهذا السبب، على الرغم من إهمالها في القصة، الزوجة الأولى تصرخ وتقول: أيها الملك، سأتبعك بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه. لذا فإن المغزى من القصة هو أنه يجب عليك الاهتمام بجسدك والحفاظ عليه بصحة جيدة حتى تتمكن من عيش الحياة على أكمل وجه. استمتع بممتلكاتك وبالملذات والراحة التي توفرها الأشياء المادية التي نريدها جميعاً للاستمتاع في الحياة. وأيضاً الاعتزاز بأصدقائك وعائلتك والحب الذي يقدمونه، ولكن لا تنسى روحك أبداً. لا تنسى أبداً الاعتناء بروحك، لأنك وروحك مرتبطان معاً إلى الأبد، وستثبت روحك أنها صديقتك الأكثر إخلاصاً. أياً كنت وأينما كنت في العالم الآن، أتمنى لك كل التوفيق.